الزمالك امتع جمهوره بفوز كبير قوي على المنصوره 5-0. ده اكبر فوز للزمالك السنه دي. القذيفه بتاعت طارق يحيى دي بتؤكد انه لاعب هداف، والفارق بين اللاعب الهداف وغير الهداف قرار التسديد. سدد مباشره. شوف برضو جمال هياخد قرار التسديد على طول، صحيح الجول فاضي لكن واخد قرار التسديد قبل ما يدخل على الكوره، ودي ميزه طارق يحيى باستمرار وجمال واي لاعب هداف. الهدف ده التاسع لجمال هذا الموسم، وبيدخل بيه قائمه الهدافين، بيحتل حاليا المركز الرابع وراء زملائه فكري الصغير من الاسماعيلي، محمد رمضان من الاهلي، قاصد فاروق من المريخ. في الشوط الثاني احمد رمزي بيحرز الهدف الثالث. لو لاحظنا احمد رمزي واخد مكان استراتيجي جدا، بيقدر يهرب من الرقابه، بيستغل تقدمه من خط الوسط وبعيد جدا عن الرقابه، ومش اوف سايد لان في لعيب اقرب منه الى خط منطقه الجزاء اللي هو اقرب بالطبع الى خط المرمى. الهدف الثالث، وده خامس هدف لاحمد رمزي هذا الموسم. احمد رمزي هيعود مره اخرى علشان ياخد موقع في نفس المكان تقريبا، ولكن المره دي ده الهدف الثالث برضو. احمد رمزي هيحرز الهدف الرابع من نفس المكان اللي احرز منه الهدف الثالث اهو. المره دي بقى بيراوغ وبيسدد باليمين في نفس الزاويه، مهاره عاليه قوي، حسن التحرك والتسديد. احمد رمزي النهارده موهبته نضجت جدا جدا، واكد انه من لاعبي القمه في مصر. ايضا لا ننسى دور رضا عبد العال واسماعيل يوسف، النهارده كانوا نجوم كبار في الزمالك. على العموم الزمالك بيعيش اليوم والايام دي احلى ايامه، ما فيش فريق جماعي عنده خسر اي بطوله في عام 91. الهدف الخامس، رضا عبد العال بينفرد وبيراوغ، مهاره عاليه جدا في المراوغه، وبعدين الكره بتتلخبط في رجله بتروح لايمن يونس، لاعب قناص ايمن يونس، وبيتواجد دايما في مكان خطر، واضح ان هو واقف لوحده، لو راح في الزحمه ما يقدرش يجيب جول. الهدف الخامس علشان الزمالك يفوز 5-0.